بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أصحاب المعالي والسعادة، ضيوف العراق الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب كل الترحيب بالوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، سعادة سفير الاتحاد الأوروبي ممثل البنك الدولي، أهلا وسهلا بكم في بلاد الرافدين في العاصمة بغداد دار السلام. الحضور الكريم، منذ عقود ومنطقتنا وشعوبنا الميالة بالفطرة إلى السلام والتعاون واجهت عقبات متعددة الجذور وتمددت إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحروب فاقمت الأوضاع وزادت من الصعوبات، لكن هذه الصورة القاتمة لم تكن أبداً في يوم ما كل المشهد، ودائماً ما ينطلق الحل من الإيمان بقدرات شعوبنا التي مارست فن العيش بمهارة وخلقت الأسباب لنشوء الحضارات عبر آلاف السنين، والحضارات لا تنشأ بالصدفة. أمام هذه القراءة المستندة إلى التاريخ والمعطيات العلمية والثقة بالعزيمة الخلاقة لدى شعوبنا، تغدو العقبات هينة ولن تؤخرنا عن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لجيلنا الحاضر والأجيال القادمة. هذا ما نفهمه من المسؤولية. ضيوف العراق الأكارم، وجودكم اليوم في بغداد الآمنة المستقرة المحملة بالفرص والتطلعات هو جزء من وضع الحلول وطريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية ورافعات اقتصادية ومسارات لمعالجة المشكلات، هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة وناضجة. لقد تراكم الحديث عن التنويع الاقتصادي وعن مواجهة آثار التغير المناخي وصد تأثيره الشديد الوطأة على الزراعة والصناعة وما يتبعه من آثار اجتماعية. اليوم نحن وإياكم نقف على أعتاب مفتاح المواجهة، وكل الجهود التي تعالج هذه المؤثرات ستمر عبر طريق التنمية. إننا نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهاما في جمع جهود التكامل الاقتصادي. ميناء الفاو الكبير الذي قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام سيكون بوابة هذا الحراك الاقتصادي المهم، وسوف تتكامل معه المدينة الحضرية التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية ستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الخمسين المقبلة، إذ سيتم توطين صناعات متعددة فيها باستثمار الموارد الأولية المحلية أو المستوردة من أجل سد الحاجة المحلية والإقليمية من منتجاتها. بهذا المشروع الواعد سينطلق العراق نحو شراكة اقتصادية معكم تجعل بلداننا مصدراً للصناعات الحديثة والبضائع، معتمدين في كل هذا على الممرات متعددة الوسائط وأكثر من 1200 كيلومتر من السكك الحديدية وتشغيلها البيني المشترك، ومثلها الطرق السريعة التي ستيسر عملية نقل البضائع، والوظائف التي ستخلقها هذه الحزمة من المشاريع، وكل هذا سيكون بصمة إيجابية تنقل كل شعوب المنطقة إلى مرحلة غير مسبوقة
من التواصل والتكامل، وهو ما يعني الاستقرار والقدرة على مواجهة ناجحة للتحديات. طريق التنمية شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات، سيغذي بلداننا بمقومات التكامل والتواشد لتكون منطقتنا بعدها قبلة لكل باحث عن نجاح استثماري. الحضور الكريم، آلت هذه الحكومة على نفسها أن تنطلق من الحاجات الفعلية للشعب العراقي وفق أولويات مدروسة وبناء على بيانات تعالج جذور عدم الاستقرار والتعثر، ومؤتمركم هذا وما سيخرج به من خطوات أساسية طموحة هو في قلب مسار تحركنا على صعيد الإصلاح والنهوض الاقتصادي. لقد أسسنا لهذا المؤتمر عبر تفاهمات بناءة مع قادة وزعماء بلدانكم الشقيقة والصديقة لنا، واليوم تقع على عاتقكم مسؤولية إنضاج وترجمة تلك التفاهمات، وبوصفكم مسؤولين وفنيين ومتخصصين في القطاعات المعنية ستتولون وضع خارطة طريق عملية للانتقال إلى حيز التنفيذ والمباشرة بتحقيق الأهداف المرجوة. ونعول كثيراً على التعاون مع جوارنا التاريخي، مع الشعوب الشقيقة والصديقة التي ترتبط بالشعب العراقي حضارياً وثقافياً وفي أسباب العيش الكريم أيضاً، ولدينا معاً ما يكفي من المصلحة المشترك لتحقيق واقع هو من استحقاقنا في الرفاه والنمو واستثمار الثروة بأفضل الأشكال. أننا ماضون في كل ما يخدم شعبنا ويزيد من بوابات التواصل مع الجوار الجغرافي والامتداد الثقافي، وكل ما من شأنه أن يبسط الطمأنينة ويجذب الاستثمارات العالمية ويعيد رسالتنا الإنسانية إلى مكانتها بين الأمم. هذا الدور الذي قدمناه معاً للبشرية منذ ملامح الحضارة الأولى. وفقكم الله إلى الخير واليمن والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.